بعد وسائل الإعلام الفرنسية كشفت دي جي 24 الرومانية أن قائد فاغنر خلق دولة في الدولة، وأن روسيا اليوم بها دولة فاغنر، وأنه يمكن أن يقود قائدها روسيا على ألا يحكمها. لكن المؤكد أن اتصالات مع بريغوجين في دولة أفريقية سمحت بالوصول إلى تسوية مع دولة غربية فرنسا، وهذا الذي جعل 13 تصريحا لجنرالات البنتاغون يؤكدون أن خليفة لبوتين يعني مثيلا لبريغوجين، فليس هناك بديل سوى قيصر أو لينين بعد بوتين. فهل الغرب يخاف من الانقلاب على بوتين الآن؟ وهذا هو الذي يجعل من طلب هدنة قصيرة أو تسوية يرفضها المتطرفون وعلى رأسهم زيلينسكي في أوكرانيا وبريغوجين في الاتجاه الآخر إلى جانب قاديروف. وأشار سجين سياسي سابق روسي ميخائيل خودوركوفسكي، فإن تأثير فاغنر في الكرملين وفي الدوما أقوى من وزيري الدفاع والخارجية. وقد رأت استخبارات البنتاغون أن الانقلاب على بوتين ليس في صالح الغرب في كل الأحوال. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. خلاف كبير للغاية ما بين بريطانيا على وجه التحديد وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، إذ استطاعت بريطانيا أن تخوض محاولة لمعرفة ما يجري خصوصا بالنسبة لفاغنر. وهناك اتصالات جرت مع فاغنر. المخابرات البريطانية رأت أن بريغوجين يمكن أن يغير روسيا ولكن لا يجب أن يحكمها. في نفس الآن فإن الفرنسيين كشفوا هذا الوضع مباشرة وعبر دولة أفريقية لا داعي لذكر اسمها. هذه الدولة الأفريقية القريبة أيضا من روسيا وجدت أن فاغنر على وجه التحديد ولها موقف شديد النقد ضد فاغنر، ومع ذلك فإن هناك اعتبارات قادتها هذه الدولة، وهي التي عرفت ميزا عنصريا شديدا وعلمت كيف يمكن أن تتغير الدول. فكان تقييم مخابراتها أيضا إلى جانب الأمريكيين ودعمت هذه الدولة الأفريقية القراءة الأمريكية بخصوص أن فاغنر في بعض المناطق التي وصلتها يتأكد من خلالها أنها الأكثر تطرفا، وأن أي تحول عبر فاغنر لن يكون إلا خلاصا مباشرا باستخدام السلاح النووي ضد أمريكا. إن أرادت أمريكا الانتحار فعليها أن تنقلب على بوتين، ولذلك دفعت زيلينسكي وضغطت بشكل كبير جدا من أجل التفاوض مع بوتين ومع شخص بوتين، وأن يرفع الفيتو عليه إلى آخر ما تعرفونه. هناك تفصيل شديد الأهمية بخصوص اغتيال بوتين، فقد سعت فاغنر بطريقة ما وعبر أحد المعارضين وحاولت جهد الإمكان أن تستكشف هذه العملية، فهل هي متورطة فيها أم أن استتبعت ذلك من أجل الوصول إلى كشف المؤامرة. أيا كان التفسير ما بين الأمريكيين وما بين البريطانيين، فالبريطاني اليوم يقف أمامه الأمريكي هناك أكثر من 26 جنرالا يعملون أساسا في أوروبا أو لديهم خبرة، وهناك جنرالات سابقين يرفضون الحديث عن تجاوز بوتين. لكن في نفس الآن المخابرات البريطانية لا ترى ضرورة بأي حال لاستمرار بوتين. نتحدث عن المخابرات البولونية والأوكرانية والبريطانية، والمشكلة كلها اليوم في بولونيا. بولونيا تسعى للوصول مباشرة إلى شخص بوتين وتحاول إقصاؤه من المشهد، ليس فقط لأنه قاد العملية ضد أوكرانيا، وإنما المشكل كله أن هناك اختراق للمخابرات البولونية فجعلت من اختراقها أيضا في الاتجاه الآخر.
وفي كل الأحوال فإن اليوم هناك بوتين الذي يريد أن يصل إلى خلاصة مركزية في علاقاته بين بولونيا وما بين بريطانيا، ويحاول جهد الإمكان أن يركز على خمسة أمور. الأمر الأول هو أن اليوم هناك فاغنر وهناك قائد عسكري، الكل يمر عبر الكرملين، وإعادة السيطرة على القرار العسكري لمنع الانقلاب هذا مهم جدا، وأن الاختراق الذي أحدثته المخابرات البولونية والبريطانية أو ما يسمى الآن بي بي، فالمشكل كله هو محاولة الوصول إلى بوتين وعبر أكثر الرجال تطرفا، ولأن بوتين لا يستجيب لما يرغب فيه أغلب من هم بين قوسين من الصف الذي يعتبر قوميا ووطنيا. المسألة الثانية أن هناك محاولة، تمت محاولة فعلا من طرف القوميين ضد بوتين، لكن لم تنجح العملية ببساطة شديدة لأنها كشفت وكشف أحدهم، وهذا الذي لم يجعل إطلاقا أي عقاب، لأن المسألة مسألة فكرة، وربما مرت في مجلس فيه شحنة وطنية زائدة مما جعل بوتين يتجاوز الوضع. المسألة الثالثة أن هناك اتصالات يجب أن تتطور عموما من إسطنبول والقاهرة، وحاليا هناك احتمال وارد لجعل مفاوضات القاهرة لا تكون موضوعاتية بل تكون شاملة، وهذا شيء مؤكد. المسألة الأخرى أن هناك اعتبارات للوصول بفاغنر بإشغالها في روسيا لتقليص دورها في أفريقيا، وهذه هي قراءة كل من المخابرات البريطانية وأهمها المخابرات الفرنسية، والمخابرات الفرنسية اليوم يتأكد أنها تدعم بشكل مباشر قائد فاغنر من أجل المزيد من الحظوة وأيضا المشاركة في هذه الحرب، لأن كلما تورطت أكثر فاغنر في الحرب الأوكرانية كلما وجدناها أقل تأثيرا في أفريقيا وفي غرب أفريقيا، وهذا ما سيستفيد منه الفرنسي. فيما في الاتجاه الآخر نجد الأمريكي يتحرك بشكل أقوى مع جنوب أفريقيا، وهذا الذي نراه إذ أن هناك اتصالات مباشرة بين جنوب أفريقيا وما بين بوتين، ليس بخصوص فقط دول قد تدخل إلى بريكس، ليس الأمر وحده بهذا الشكل، إنما كان يريد تقييم الوضع. الجنوب أفريقيون كانوا يريدون أن يعرفوا من بوتين شخصيا ما هو التصور للعالم الذي يرغب فيه، واليوم أمام الصين التي دخلت في مفاوضات وأيضا في تسويات منها الفضائية ومنها أكثر من 27 إجراء من الأطراف واتفقت الأطراف على ذلك، فمن الاتجاه الآخر لدينا جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا اليوم هي الثقل الصامت. لهذا فبالنسبة لجنوب أفريقيا والجزائر بالنسبة لبريكس الأفريقية، فإن هناك تصور شامل لدى بوتين بخصوص الدور الأفريقي في مستقبل العالم، وهذا الذي سيكون له ما بعده. الأمر الآخر والمهم للغاية أن التعاون النووي من داخل، وهذا مهم جدا، من داخل بريكس سيكون متقدما للغاية، وهذا ما وعد به بوتين، ليس لصالح فقط الأعضاء الجدد أو من طلب هذه التقنية، وإنما بريكس سيكون لها دور ونقل لهذه التقنية، وهذا الذي سيتفاوض بشأنه مع الأمريكيين. الأمريكيون في القاهرة سيصدمون عندما سيتأكد أن لديهم النووي في الطبعة وهو روسي، وأيضا في جنوب أفريقيا أمام اتفاقيات مرتقبة
وأيضا في الاتجاه الآخر في الجزائر، وهذا إن أرادت التواصل ضمن هذه الخطة الآمنة للنووي. في كل هذا الاتجاه سنرى أن اغتيال بوتين أفريقيا تنقذ بوتين من الاغتيال، وهذا أهم ما يمكن اليوم تصديره. إن جنوب أفريقيا جزء لا يتجزأ، ليس فقط من كشف الاتصالات التي حدثت مع جزء من فاغنر، وإنما أيضا جميع ما يعتقده الأمريكي بأن ما بعد بوتين سيكون أحسن، إقناع كامل بأن ما بعد بوتين سيكون أكثر كارثية. ولماذا التشبث ببوتين؟ لأن جنوب أفريقيا بتوصية وبحوار مكثف مع الأمريكيين دفعت وبشكل واضح إلى إقناع أمريكا، ومن خلال استخباراتها، نحن لا نتحدث عن شيء سوى عن الاستخبارات الجنوب أفريقية، لها موقف واضح. لذلك فإلغاء جنوب أفريقيا لخيار كامل للانقلاب على بوتين، والذهاب بإقناع أمريكا بأن خليفة بوتين سيكون أكثر صعوبة، وهناك أكثر من 7 جنرالات حاولوا أن يحاوروا جنوب أفريقيا نتيجة معلومات مؤكدة. لذلك فجنوب أفريقيا تنقذ في واقع الأمر بوتين من الاغتيال ومن الانقلاب البريطاني، وهذا الذي جعل من بريطانيا ومن مخابراتها تنظر بعين التشكك والريبة إلى أبعد حد مع قرارات المخابرات الجنوب أفريقية التي أقنعت أمريكا، رغم أن بريطانيا وأمريكا سعتا معا وعبر مخابراتهما معا للوصول إلى بوتين لأكثر من 162 يوما. إذن جنوب أفريقيا تنقذ بوتين من حالة الاغتيال وغيره، وتقسم أساسا الموقف الأنجلو أمريكي، إذ أصبح الأمريكي لديه وجهة نظر تختلف جذريا عن بريطانيا، وهذا الذي يعيشه الغرب الآن. لذلك فمسألة استخدام فاغنر للانقلاب على بوتين، وبعدها مباشرة لا تحكم فاغنر بل تأتي بخليفة لبوتين، كل هذا السيناريو أساسا تجاوزه الجنوب أفريقيون، وهم الذين كشفوا عن أغلب هذه التفاصيل. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.